السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا تاني سيشن بنسجله علشان جريد التان، وهناخد النهاردة إن شاء الله ميكانيكس. طيب إيه اللي هناخده النهاردة؟ نفتكر بس اللي خدناه في السيشن اللي فات واللي صورناه في السيشن اللي فات. خدنا إزاي بنعمل ريزوليوشن لفورس تو كومبوننت، سواء الكومبوننت دول كانوا perpendicular او لا، وخدنا ازاي نجيب الريزلتانت بتاع تو فورسز او مور ذان تو فورسز لو كانوا 3 فورسز او 4 فورسز او اي كان العدد. خدنا كمان السبيشال كيسز بتاع الريزلتانت لتو فورسز. تعالوا النهارده نبدا في موضوع جديد خالص اللي هو الايكوليبريم. يعني ايه الايكوليبريم اصلا؟ الايكوليبريم يعني الاتزان، يعني الاوبجكت اللي الفورسز بتاثر عليه ات ريست ستيشنري، يعني ساكن ومش بيتحرك. الله اكبر، هو اللي اثر عليه، الفورسز اللي اثرت عليه دي ازاي ما عملتش تاثير فعلي والجسم حصل له موفينج فعلا؟ لان القوه اللي اثرت عليه لغت بعض، تلاشت، الريزلت بتاعتها بزيرو. يبقى الإيكوليبريم بيحصل لما الفورسز اللي بتعمل رياكتنج على الأوبجكت الريزلتانت النهائية بتاعتها تكون بزيرو. وممكن نطبق الحالة دي في كل الكيس اللي خدناها. الإيكوليبريم يحصل لما الريزلتانت النهائية تكون بزيرو. خلينا نتكلم عن الإيكوليبريم في البداية لتو فورسز بس. إمتى تو فورسز يحصل ليهم إيكوليبريم ويلغوا بعض وتبقى الريزلتانت بتاعتهم بزيرو؟ امتى يحصل؟ لو احنا رجعنا للسبيشال كيس، لو رجعنا للسبيشال كيس دي، لو عندي اوبجكت وفي تو فورسز بيأثروا عليها عاملين ما بينهم انجل ايكوال 180 ديجري، يعني تو فورسز ان اوبوزيت دايركشن، وكانت الفورس دي إيكواليبرت مع الفورس دول، هنا يحصل الإيكواليبرم. ليه؟ لأن التو فورسز دول هيبقوا تأثير بعض، وهتبقى الريزلتانت النهائية في الحالة دي R equal F minus F اللي هي هتبقى بزيرو لما التو فورسز دول يكونوا قد بعض. يبقى الإيكواليبرم لتو فورسز، جاست تو فورسز، يحصل إمتى؟ لما يكون الفورسز دول إيكواليبرت في الماجنتيود and in the opposite direction، تمام؟ تسعين في المقدار ومنظيف ليه؟ في الاتجاه، ساعتها بيحصل equilibrium لأن الريزلتانت بتساوي زيرو زي ما قلت في الفيديو قبل كده في لعبة شد الحبل. لو عندي لعبة شد الحبل بيلعبها two groups والtwo groups دول بيأثروا with the same force with the same magnitude of force and in the opposite direction، اللعبة دي مش هتنتهي، هيفضلوا يشدوا في الحبل لغاية بكرة الصبح. لماذا؟ لأن الريزلتانت هنا بزيرو، محدش فيهم ليه الغلبة على التاني عشان الريزلتانت تروح معاه، الريزلتانت بزيرو لأنهم لغوا تأثير بعض. الأنجل بتوين زان إيكوال 180 ويز إيكوليفنت ماجنتيود أوف فورس، يحصل هنا الإيكوليبريم لتو فورسز. يجي السؤال أفرض الفورسز أكثر من تو، مور زان تو، تمام كده؟ هل ممكن يحصل إيكوليبريم لـ 3 forces لـ 4 forces؟ طبعاً ممكن يحصل. ممكن يحصل إيكوليبريم لأكثر من 2 forces. تعالوا نكون دوت بالتفصيل. هل ممكن يحصل إيكوليبريم لـ 3 forces؟ آه ممكن. أنا هاخد أول حاجة قلنا 2 forces يحصل إيكوليبريم لو كانوا equivalent forces in the opposite direction. طيب 3 forces هتعامل معهم إزاي؟ لو 3 forces حصل هنتعامل مع الثري فورسز اللي ممكن يحصل ما بينهم الإيكوليبريم بثلاث طرق، ثلاث طرق، ثلاث قوانين، تمام؟ طيب ايه هما الثلاث طرق او الثلاث قوانين؟ ودوت انا بشرح كده الإيكوليبريم لما يكون الإيكوليبريم للثري فورسز. طيب مور ذان ثري فورسز هناخدها برضه ان شاء الله في اخر السيشن. خلينا من الاول نتكلم امتى يحصل الايكوليبريم الاتزان للثري فورسز. لو انا عندي بوينت، طبعا احنا بنتعامل مع
forces acting in the same point أو forces met in the same point يعني coplanar forces coplanar يعني بتأثر في نفس المستوى coplanar وin the same point كلهم بيأثروا met at point وعندي three forces F1 F2 F3 كلهم ميت at the same point هنا الاوبجكت نفسه اللي هم بيأثروا عليه شد مثلا او يعني تنشن او اي شيء المهم ان ال 3 فورسز دول عملوا equilibrium هو قال لي كده في الاكزامبل الجسم كان at rest لم يتحرك القوه دي لغت بعض وعايز ايه القوه دي لازم ابقى عارف الانجل between each two forces الانجل between F1 F2 كام والانجل between F1 F3 كام والانجل between F2 F3 كام او على الاقل ابقى عارف two angles منهم لان السيرد انجل تيجي تمام الطرح من 360 يعني لو عندي ثيتا 1 وثيتا 2 تبقى ثيتا 3 equal 360 minus ثيتا 1 and ثيتا 2 فلو عندي مثلا هارموس دوليه بثيتا وهارموس دوليه ببيتا فديه ازاي 360 minus ثيتا plus بيتا تمام plus 2 minus ثيتا يبقى انا ممكن اجيب السيرد انجل بمعلوميه التو انجلز دول على العموم هنفترض انها مثلا الفا انا عندي 3 انجلز وعندي 3 فورسز وحصل الايكوليبريم هنا بنستخدم نظريه اسمها لانيلو اللي هي قاعده لاني تمام قاعده لاني بتقول ايه بتقول ان الماجنيتيود بتاع الفورسز في بروبورشنال بينه وبين ساين الانجل الثلاثة بروبورشنال يعني تناسب من الاخر الديفيجن بتاع كل فورس اوفر ساين الانجل اللي بتوين التو اذر فورسز يعني الماجنيتيود بتاع اف 1 يتقسم على ساين الانجل اللي بتوين اف 2 اف 3 انجل between two other forces فلو خلنا F1 نعمل لها dividing by sine angle between two other forces اخذت F1 كمجنيتيود اقسمه على sine angle between F2 and F3 اللي هي sine alpha الفاليو دي هي نفس الفاليو اللي هتنتج من الديفيجن بتاع F2 على ساين الانجل بتوين التو اذر فورسز يبقى هتبقى ايكوال F2 فين F2 ادي F2 فين الانجل بتوين التو اذر فورسز اللي هما F1 و F3 الانجل هي بيتا يبقى ساين بيتا ده ايكوالز F3 اوفر ايه اوفر ساين الانجل between F1 and F2 with two other forces يبقى sin هنا F3 يبقى ثيتا هي الانجل between F2 and F1 من خلال اللو دوت اللي هو لاني لو هقدر اجيب unknown values اللي عندي باستخدام الكروس مالتيبليكيشن اعمل كروس مالتيبليكيشن واجيب ال F1 او ال F2 او ال F3 او ساين زيتا 1 عشان اجيب الساين زيتا او ساين زيتا او ساين زيتا يبقى انا عندي لانيلو بتفيدني امتى؟ لما يكون عندي 3 فورسز حصل ما بينهم ايكوليبريم 3 فورسز حصل ما بينهم ايكوليبريم ايكوليبريم يعني الريزلتات بتاعتهم ايكوال زيرو طيب على حسب بقى الانفورميشنز اللي تكون معانا في الاكزامبل بنعمل كروس مالتيبليكيشن هنا او هنا علشان نجيب الـ unknown values اللي عندنا جميل
حسب ما بينهم ده كل بريد. ناخد لو تاند لا هو مش لو يعني هو ممكن احنا نستطيع بديهين وعندي برضو 3 فورسز 2 وحصل إيكوليبريم. الثري فورسز دول عملوا لنا إيكوليبريم. وبديل عن لاميلو ممكن أقول بدل من الثري فورسز دول حصل ما بينهم إيكوليبريم. يبقى الريزلتات بتاعة أي تو فورسز منهم الريزلتات لازم تتساوى مع الثيرد فورس. تساوى معها في الماجنتيود وتبقى in the opposite direction منها علشان الريزلتات بتاع التو فورسز دول تلغي تأثير الثيرد فورس ويبقى الريزلتات النهائية للثري فورسز بزيرو. يبقى لو ثري فورسز حصل ما بينهم equilibrium تبقى الريزلتات بتاعت أي تو فورسز منهم equivalent مع الثيرد فورس. بمعنى الريزلتات بتاعت F3 و F2 لازم تبقى equivalent مع F1 و in the opposite direction عشان يلغوا بعض ويبقى الريزلتات النهائية بزيرو يحصل equilibrium. الريزلتات بتاعت F1 و F2 لازم تبقى equivalent مع F3 في الماجنتيود وتبقى in the opposite direction عشان يحصل equilibrium. الريزلتات بتاعت F1 و F3 لازم هتبقى equivalent مع F2 عشان يحصل equilibrium. يبقى لو 2 forces أو ناس لو 3 forces هيطبع عليهم equilibrium من غير ما استخدم لامينو. عندي كمان المنطقية دي أو الرول ده إن الماجنتيود بتاعت أي 2 forces لازم تبقى equivalent مع الماجنتيود بتاعت الثيرد فورس وإن ذا opposite direction. تمام؟ يبقى لو قلنا لو ضربنا ان F3 و F2 ليهم ريزلتات والريزلتات بتاعتهم هي R23 ايه R23 ده؟ ده الريزلتات بتاعت F2 و F3 يبقى الريزلتات بتاع F2 و F3 لازم تبقى equivalent مع F1 او الريزلتات بتاعت F1 و F2 لازم تبقى equivalent مع F3 أو الريزلتات بتاعت F1 و F3 لازم تبقى equivalent مع F2 مش بس equivalent كماجنتيود لا دي كمان بتبقى in the opposite direction. يعني مثلا لو أنا بتكلم عن angles وعايز أجيب الأنجلز جيب الريزلتات بتاعت F1 و F2 تمام؟ الانجل هنا بين الريزلتات و F3 جبتها مثلا من قانون الدايركشن بتاع الريزلتات تبقى الانجل دي اللي فاضله 180 ماينس الثيتا بتاعتها تمام كده؟ علشان كمان لو سالني عن الانجلز والثابت يبقى اذا انا عندي هنا تو ويز تو ديل ويز equilibrium اوف 3 فورسز لاميلو الريزلتات of two forces equals third forces والسيد ميثود اللي ممكن نستخدمها هنا في الإيكوليبريم three forces هي triangle of forces اللي هو مثلث القوى. ايه بقى triangle of forces؟ انت عندك three forces حصل ما بينهم إيكوليبريم خلوا البادي او الاوبجكت اللي بيأثروا عليه at rest تمام؟ special case يعني حالة سكون. لو لقيت في الإكزامبل أو قدرت تحدد determine a triangle أو قدرت تعمل determine a triangle في المسألة التريانجل ده في كم سايد؟ 3 سايد. كل سايد من ال 3 سايدز بتوع التريانجل represent one force من الفورس الثلاثة. إزاي السايد represent one force؟ ممكن يكون الدايركشن بتاع الفورس منطبق على السايد بتاع الترينجل او بارلل معاه
parallel يعني بعيد عنه آر بس parallel بيوزيه أو يكون على امتداده. المهم إن الثري فورسز كل فورس منهم represent one side من triangle. التريانجل ده اسمه التريانجل فورس، مثلث القوة اللي كل سايد فيه ريبريزنت واحدة من الثري فورسز. التريانجل ده الثري فورسز الماجنتيود بتاع الثري فورسز هيبقى عامل بروبورشنال، هيبقى عامل تناسب زي دوت، بس مش مع الساينز بتاع الانجل، لا مع قيمة الساينز اللينس بتاع الساينز للترينج فورس. وطبعا ده ممكن نستنتجه بديهيا من ساين لو لان الفورسز هنا عامله بروبورشنال مع مين؟ مع ساين الانجل. طب وساين الانجل لما خدنا في ساين لو، ساين الانجل عامله بروبورشنال مع الساينز في ساين لو، مش كنا بنقول في ساين لو لو نفتكر سمستر 1 A dash over sin A equal B dash over sin B equal C dash over sin C. يبقى أصلاً أي ترينج العادي السايدز بتاعته بتبقى عاملة بروبورشنال مع sin الانجلز. فإحنا ممكن نشيل sin الانجلز دي ونحط الحاجات اللي أصلاً بروبورشنال معاها اللي هي السايدز، قيم السايدز، اللينس بتاع السايدز. يبقى كل اللي بنعمله في تريانجل فورس لو مثلث القوة هكتب هنا تريانجل اوف فورس اللي هو مثلث القوة، كل اللي بيحصل في تريانجل فورسز ان ساين الانجلز بيتم استبدالها باللينس بتاع السايد. انهي سايد؟ سايد تريانجل فورس اللي انت المفروض تحدده وتعمله ديتيرمن من بحيث كل فورس من الفورس الثلاثة عندك كل فورس منهم يبقى ريبريزنت سايد من السايد الثلاثة. ريبريزنت ازاي؟ اما الفورس دايركشن بتاعها منطبق على السايد، اما الفورس بارلل مع السايد توزيع، اما الفورس قاعد على امتداد السايد. زي مثلا الاكزامبل ده، لو احنا افترضنا ان دي وول حيطه تمام، في بول كرة كبيرة، الكرة الكبيرة دي عظمها هنا بحب تمام، والحد ده على نفس في البوينت دي، وبعدين الكرة جت سابت على الحيطة بالشكل تمام، ادي الكرة طبعا واضحة جدا تمام، عملت عندي شوية كده هنا مش مشكلة، أو نظبطها أهي، وأدي الوول، أدي الوول، الحيطة مسنودة هنا على الوول تمام؟ الكرة البول مسنودة على الوول، دوت السنتر بتاع البول، وفي هنا بوينت عملنا منها تعليق بحجم، الحجم ده سميناه هنا جميل. البوينت دي اس ايه؟ البوينت اللي البول ساند بيها الحيطه اسمها بي، سنتر اوف بول هنسميه سي طبعا، دوت ار اللي هو الارض الراديوس نصف القطر تبع البول، وده ار برضو، وده اللينس بتاع السترينج، لينس الحبل. نفرض له مثلا زد تمام، البول دي حصل لها تيست ستيشنري سكون ايكوليبريم قاعده مش بتتحرك. البول دي الايكوليبريم حصل بتأثير كام قوة كام فورس، في كام فورس بيأثروا على البول دي؟ في 3 فورسز، وال 3 فورسز عملوا إيكوليبريم. طب
تعال نشوف مين الثري فورسز اللي بيأثروا على البودي. اولا الويت بتاع البول، الويت بتاع الماتيريال بتاع البول، وده بيأثر ازاي؟ تو بوتوم فيرتيكالي، تو بوتوم راسيا للاسف، حاجه بديهيه. اي ويت في الدنيا بيأثر فيرتيكالي تو بوتوم، تمام؟ فيرتيكالي تو بوتوم لان ده مركز جذب الارض، دي حاجه بديهيه ما تتغيرش. يبقى اي ويت بيأثر معانا بيبقى فيرتيكالي تو بوتوم. طب هيأثر من انهي بوينت للبول؟ من السنتر اوف ماس. هنتكلم عن السنتر اوف ماس ان شاء الله. احنا في جريد 11. السنتر اوف ماس للبول فين؟ في سنتر البول نفسه، يعني في المركز بتاعها، مركز الثقل بيأثر. يبقى الويت هيجي من هنا ويأثر في البول. يبقى انا عندي اول باور، اول فورس أثر على البول هو الويت بتاعها. ثاني حاجة الرياكشن، الرياكشن بتاع الوول، الرياكشن بتاع القطب بالفعل. اي جسم انت بتضغط عليه بشيء او بتاثر عليه بشيء او بتحط عليه وزن، لازم هو كمان بيعمل رياكشن، بيعمل رد فعل. والرياكشن للوولز بيبقى بيربنديكولار على الوول نفسه. يعني انا لو اثرت بفورس على البورد دي، البورد هترد عليا برياكشن، والرياكشن اللي بترد عليا بيه بيربنديكولار على النيم بتاعي. عمودي. يبقى هنا لما نقول لك الرياكشن هيحصل كده، هنفهم من الرياكشن. يبقى انا عندي كده تو فورسز، الويت بتاع الوول، الرياكشن بتاع الوول. فين السيرد؟ فين السيرد فورس؟ طبعا التو فورسز دول عمرهم ما يعملوا اكوليبريم، عمرهم ما يعملوا اكوليبريم، ولا الريزلتات بتاعتهم تبقى بزيرو. ليه؟ لان التو فورسز دول بيربنديكولار اصلا. واحنا قلنا ان الشرط اللي التو فورسز يحصل فيهم اكوليبريم انهم يكونوا ان ذا اوبوزيت دايركشن، ويكونوا ايكوالمنت في الماجنتيود. يبقى احنا هنا لازم في فورس ثالثه تاثر، والفورس الثالثه دي هي تنشن، اللي هو الشد في السترينج، شد الحبل. وده اتجاهه كده، انا بمصدر رمز تي. يبقى انا معايا كده 3 فورسز، تنشن، رياكشن، اند ويت. ال 3 فورسز دول هم اللي عملوا الاكوليبريم. هنجيبهم ازاي؟ هنشتغل المساله ازاي بقى؟ ممكن نشتغلها بترينجل اوف فورس. حاول من رسم المساله تطلع ترينجل مثلث، بحيث ان الترينجل ده كل سايد منه ريبريزنت وان اوف ذا ثري فورسز، كل سايد ريبريزنت وان فورس. يعني ايه ريبريزنت وان فورس؟ تكون الفورس منطبق على السايد او بارلل مع السايد، بارلل مع السايد او منطبقه على السايد، او تكون على امتداد السايد. تمام؟ بمعنى شايفين الضلع بي سي، بي سي ضلع بي سي تنطبق عليه الرياكشن. يبقى الضلع بي سي دوت هو اللي بيمثل الرياكشن. طب شايفين الضلع اي سي، الضلع اي سي دوت على امتداد مين؟ على امتداد التنشن. يبقى الضلع اي سي بيمثل التنشن. طيب الضلعين فين بقى؟ السيرد سايد، السيرد سايد اللي المفروض ريبريزنت مين؟ ريبريزنت الويت. ما انت عندك ايتش سايد ماست ريبريزنت وان فورس. السيرد سايد هو اي بي ده. اي طب اي بي ده ريبريزنت مين؟ الاي بي ريبريزنت الويت. ده الويت بعيد عنه خالص، ازاي ده ريبريزنت الويت؟ لانه بارلل معاه، لانه بارلل. على افتراض ان الحيطه اصلا فيرتيكال، والويت اصلا زي ما قلنا فيرتيكال، فده ريبريزنت.
present weight. يبقى انا كده حصلت خلاص على triangular force. triangular force هو اللي انا مصدره اللي هو ABC. ABC triangle with three sides. Each side represent one force. Side BC represent reaction. Side CA represent tension. Tension في اتجاه نفس الدايركشن. Side AB represent weight لأن الweight الدايركشن بتاع الweight parallel. يبقى الترينجل ABC هو ترينجل of force لأن كل side منه represent one force. طيب ما دام عرفنا بقى إن الترينجل دوت هو ترينجل of force نعمل proportional دوت ما بين الفورس الثلاثة وما بين بدل الساين بتاع الانجل ما بين اللينث بتاع السايد بتاع الترينجل فورس يبقى ار اند ويت اند تنشن دول الثري فورسز معانا كل فورس منهم هنعمل لها ديفيجن على السايد اللي هي واتش ريبريزنت يعني الار الار مين السايد اللي بيعملها ريبريزنت السايد بي سي فرنس هاي سنتي بي تا دو سنتي بي تا الباليت بديلا عن السايد منك يبقى تريند فورس ولاد اللي هم اصلا مستدلين هم استبدال السايد باللينس بتاع السايد زي ما بتقول زي ما قلنا ان الساين لو خدناها في السمستر 1 بتقول ان الساينس بروبورشنال مع الساين احنا شلنا الساين وحطينا الحاجات اللي بروبورشنال معاها اللي هي اطوال الله الساين لينس طيب دبليو اوفر دبليو ويتش ساين ريبريزنت دبليو اي بي لانه بارل مع تي اوفر ويتش ساين ريبريزنت تي اي سي اي سي ريبريزنت تي وبكده عملنا البروبورشنال اللي ممكن استخدام الكروس مالتيبليكيشن تجيب لي بعض الانون فاليوز اللي هنا الكروس مالتيبليكيشن وطبعا في بعض الاحيان او في كتير من الاحيان بتلاقي ان السايدز دول فيهم حاجه ناقصه فيهم حاجه مش موجوده فهنا تلاقي استخدام بقى فايس جورسيا سيوريم نظرية الثروس تمام عشان تجيب الحاجات اللي ناقصة من هنا جميل فإذا الثري سايدز دول يبقوا لازم يكونوا عندي عشان أقدر أجيب أي حاجة من إيه من الأنون فورسز اللي فوق يبقى إحنا عندنا هنتعامل مع الإيكوليبريم بس الإيكوليبريم للثري فورسز لو زادوا عن الثري هنشوف هنعملهم إزاي يا إما لاملو أو بالforces resultant أو بالtraining of forces. تعالوا نأخذ example على كل case من دول. طيب خلينا نشوف ال three examples دول على ال three cases أو three methods. خذ بالك ممكن example واحد ممكن يتحل بلامي أو يتحل بالtraining of forces. مش أي مشكلة أو يتحل بالforces resultant. أقصد مش مسائل معينة مثلا هو لا دي بلان لا ممكن تتحل بلان ممكن تتحل بتريجر فورسز تعال نشوف حضرتك حسب تقديرك ويعني انت حاسس ان بعض دي اسهل من المسألة تمام يعني لان مثلا بتبقى مناسبة لما يكون الانجلز متوفر موجودة تريجر فورسز بيكون مناسب لما تكون السايدز بتاعة التريجر متوفرة ومناسبة على حسب الاكزامبل اللي قدام حضرتك تعالوا نشوف الاكزامبل نمبر 1 وايه مكتوب فيه عندي 3 فورسز اوف ماجنيتيود 10 نيوتن اند 10 نيوتن اند 5 نيوتن يعني جايب لك الماجنيتيود بتاع 3 فورسز فايند لو احنا عرفنا ان 3 فورسز دول عملوا ايكوليبريم عملوا ايكوليبريم ذا اوبجكت ووز ات ريست Find the angles between forces. عايزين نقول كل angle between the forces.
لا لازم تبقى equivalent مع السيرد فورس. الريزلتنت بتاع التو فورسز لازم تكون equivalent مع السيرد فورس. هتختار انهي تو فورسز تجيب الريزلتنت بتاعتهم متساويه بالسيرد فورس. اختار التو فورسز دول ليه؟ اشمعنى التو فورسز دول؟ لانهم equivalent. فدول سبيشال كيس في الريزلتنت ممكن نطبقها. واحنا عارفين كمان ان احنا لما هنطبق هنا السبيشال كيس فالريزلتنت هتعمل باي سيكتنج للتو فورسز. هتعمل باي سيكتنج لان التو فورسز 10 10 طبعا ايكواليفنت مع بعض. تمام؟ طيب يلا نجيب الريزلتنت بتاع التو فورسز. القانون الريزلتنت الحاله السبيشال كيس دي الريزلتنت بتاع دول بتساوي 2 في الماجنيتيود اوف باور كوزاين ثيتا اوفر 2. لو نفتكر دي حاله خاصه 2 اف كوزاين ثيتا اوفر 2 دي سبيشال كيس لما يكون التو فورسز ايكواليفنت مع بعض. تمام؟ على فرض ان الانجل اللي هنا ثيتا الار اللي هنا دي ما هي الار اللي هنا هي السيلف فورس لان احنا قلنا ان الريزلتنت بتاع التو فورسز لازم تتساوي مع السيرد فورس لما حصل الاكوليبريم. يبقى ار هنا اللي هي 5 يبقى 5 ايكوال 2 تايمز 10 تايمز كوزاين ثيتا اوفر 2 يبقى 5 ايكوال 20 كوزاين ثيتا اوفر 2 يبقى كوزاين ثيتا اوفر 2 هنودي 20 ذا اذر سايد ويز ديفايدنج هتدينا 1 اوفر 4. ندوس على الكالكوليتر شفت كوزاين ل 1 اوفر 4 هتدينا 75.52 مين دي؟ دي الثيتا اوفر 2 مش الثيتا كامله. هي واحدة من دول يبقى ليا 75.52 وديا 75.52. طب وديا عبارة عن ايه؟ رافع ديا الكورسبوندنج يعني بتاعة الرقم دوت مكملة. طب انت عرفت منين؟ ما يمكن الرسالة تكون مايلة كده ولا كده؟ لا ما ينفعش. لازم الريزلتنت تبقى in the opposite direction with the same force. وده معناه ان هي على نفس الستريت لاين بتاعها. يبقى ممكن نجيب دي ازاي؟ نطرح 180 ماينس دي 180 ماينس 75.52 ودي نفس القصه طبعا الايكوالنت. تمام؟ تعالوا نشوف magnitude F to F and 6 newton and the angle between the forces which magnitude 6 and 2F equal 150 degree. Find F, find F and find the angle between F and 6 newton force. يعني كمان عايز في طب هنا لما يلوك خلينا ننوع اشتغل بلا ميلوك. لانه هنقول كل فورس من 3 فورسز نعمل لها divided by sin the angle between the other two forces. then f over sin 150 equal 2f over sin theta equal 6 over sin كام؟ هنا دي كام؟ لما دي 150 ودي ثيتا تبقى دي 360 ماينس 150 ماينس ثيتا تبقى 210 ماينس ثيتا 210 ماينس يبقى هنا 210 ماينس ثيتا. تعال نعمل هنا كروس مالتيبليكيشن عشان نجيب الثيتا. يبقى
F sine theta equal 2 F sine 150 degree. طبعا هنعمل simplifying بال F مع ال F وبقى sine theta equal 2 times sine 180 هي نفسها sine 30 من الريليتد انجل شرحناها قبل كده. يبقى sine 30 equal half يبقى sine theta equal 1 shift sine لل 1 يبقى theta equal 90 degree يبقى theta اللي هنا 90 degree المفروض تبقى 90 degree يعني كده. طيب لما هي 90 degree يبقى هي 210 minus 90 هتدينا 120 يبقى دي 120 كده هي 90 كده من الايكويشن اللي هي ممكن اجيب ال F اعمل cross multiplication يبقى 2F sine 190 equal 6 sine 90 طبعا sine 91 1 times 6 equal 6 sine 120 equal root 3 over 2 يبقى 2F times root 3 over 2 هتروح 2 مع 2 يبقى ال F equal هنودي root 3 divided by يبقى 6 over root 3 اللي هي 2 root 3 ممكن نسيبها على كده ولكن احنا ممكن نضرب في root 3 فوق وتحت عشان نخلي الديمينيتور integer number يبقى root 3 times root 3 equal 3 هنا 6 root 3 6 over 3 equal 2 root 3 يبقى جبنا المجهود بتاع F جبنا تمام قيمة C. تعالوا نشوف إذا سير ده إذا فاينل إكزامبل معانا برضه اللي هو يعني أنا أصل التمرين بتاع البول دوت مشهور وهنستخدم فيه عشان ننوع برضه تريندل أوف فورس. هي بول ويز أريجلوس 20 سنتيمتر تمام تاتش أول تاتش أول and the ball is tied by a string to the ball in the point A. ممكن نفرض ان احنا عندنا دي بوينت B والسنتر هنا بوينت C. The weight of the string length equal 20 centimeter and the weight of the ball equal 2 kilogram weight. Find the tension of the string شدة الحبل and find the reaction of the wall وكمان عايز رد فعل الوول على البول. طيب هنعمل ايه؟ فين اصلا التريندل فورسز؟ التريندل فورسز هو التريندل فورسز كل سايد منه كل سايد منه represent one force السايد ده represent a reaction. A side represent a tension. That was side. Bravo. Represent the weight. And the weight of the weight, that weight. Let me weight parallel مع side. Side that was whole and كده حصلنا على التريندل فورسز اللي الثري سايدز فيه كل واحد فيهم ريبريزنت واحد من الثري فورسز اللي عملوا الايكوليبريم. طبعا الايكوليبريم حصل هنا لان الجول تاتش ذا وول وخلاص مش هتتحرك الريزلتانت بتاعت الفورسز بزيرو. ده هو التريندل فورسز. مهمتنا دلوقتي ان التريندل فورسز دوت كل سايد منه نبقى عارفين القيمه بتاعته. طيب هو
وقال لي ان الريدوس للبول بتويني، ده معناه ان سايد بي سي والتويني، والسايد دوت او يعني جزء من السايد تمام الهنا والتويني لان ده ريدوس برضه. طب وقال لي ان الاسترينج طول الاسترينج بتويني، وده معناه ان السايد اي سي ايكوال 40. فاضل مين اخر سايد؟ اخر سايد هو السايد اي بي، ممكن اجيبه باي سلوسيان ثيوريم عشان يبقى ال 3 سايد للتريمل عندي، يبقى اي بي سكوير ايكوال اي سي سكوير ماينس بي سي سكوير باي سلوسيان ثيوريم تمام، عشان نجيب الايه الثيرد سايد، يبقى اي بي ايكوال سكوير روت اي سي سكوير يعني 40 سكوير ايكوال 1600 ماينس بي سي سكوير يعني 20 سكوير ايكوال 400، يبقى اي بي ايكوال انا عملت الكالكوليتر تبقى سكوير روت 1002 100 اللي هي 20 روت 3، يبقى ده كان 20 روت 3 سنتيمتر. وكده ترينج فورسز جاهز وبينادينا بيقول لنا خلاص انا جهزت كل السايدز بتاعتي بقت نون فاليوز، يلا نطبق ترينج فورسز. الفورس دي بالدبليو اللي هي نون الفاليو بتاعتها 2 اوفر الضلع اللي هي ريبريزنت اللي هو اي بي. الفورس دي التنشن انون اوفر الضلع اللي هي ريبريزنت هو اي سي، والرياكشن اللي هو انون برضه اوفر الضلع اللي ريبريزنت اللي هو خلينا ذلك السيمبل بتاع الاول دي سي تمام. الثري سايدز اوف لونج تو اي بي ايكوال جبنا من باي سلوسيان ثيوريم 20 روت 3، اي سي اللي عباره عن 20 بلس 20 عباره عن الراديوس بلس السترينج ماكس ايكوال 40، والبي سي اللي هو الراديوس ايكوال 20. وبكده نعمل كروس مالتيبليكيشن هنا علشان نجيب التنشن ايكوال 2 تايمز 40 اوفر 20 روت 3، يعني 20 هنا فيها 2 يبقى 4 اوفر روت 3. بنضرب في روت 3 فوق وتحت في النوميريتور والدينوميريتور، نضرب في روت 3 4 root 3 over 3 kilogram weight. Kilogram weight لأن هي أصلاً بالkilogram weight اللي هو اليونت اللي هو اختارها لي في الإكزامبل. عايزين نجيب الرياكشن بتاع الوول على الوول، ممكن نعمل cross multiplication تاني، يبقى 2 times 20 over 20 root 3 equal 40 او ممكن يبقى 20 مع 20 يبقى هيبقى 2 over root 3، هنضرب في root 3 فوق وتحت يبقى 2 root 3 over 3 كيلوغرام ويت. كده جبنا ال 3 forces اللي هما الويت والتنشن